طيب سواقة السكوتر أو الموتوسيكل في الشارع ممكن يعرض البنات طبعا لمواقف سخيفة، إيه رأيك في الكلام ده؟ بيحصل، بس خلينا متفقين ان هي نسبه قليله. الاول كانت منتشره جدا، بس كل ما الحاجه بتزيد حجمها او بتنتشر اكتر كل ما الناس بتتقبلها. يعني لو انا بحط الكوبايه دي قدامي كل يوم، خلاص الناس متقبله ان انا بحط الكوبايه دي قدامي كل يوم، محدش هينتقدني بعد فتره. ممكن ينتقدوني في الاول بس بعد كده لا. فالحاجه كل ما بتطلع ترند كل ما الناس بتتقبلها. طب في أي مشاكل تانية بتواجهك، سلبيات بتشوفيها من ركوب الموتوسيكلات؟ في طبعا سلبيات. زي ايه؟ في ناس العقليات بتاعتها في السواقه هي اتعلمت انها تسوق تمشي بالعربيه، بس ما اتعلمتش ازاي تمشي مع الناس اللي حواليها، سواء بقى راكب موتوسيكل او غيره. في زوايا معينه وفي مقاييس معينه. لو انت عربية مثلا بتزنق طبعا على طبعا الموتوسيكل معروفة طبعا الحاجات في دي. ناس اصلا، يعني انا مثلا في الزحمه الموتوسيكل بيعدي، عربيات بتبقى واقفه، في ناس عندها بترخم جدا، اللي هو لا انت تعدي ازاي، لا انا هكسر عليك.